حولت الحكومة الإريترية اهتماما مقدرا وجليا عبر عقدين ما بعد التحرير عبر القيام بخطوات هامة في تدعيم القطاع الصحي، وهو ما قامت به الحكومة في كافة أنحاء البلاد بما يوفر الرعاية الصحية والعلاج والتطعيم الوقائي والعلاجي المجاني. ودائبت الحكومة الإريترية على إيجاد كادر صحي مؤهل عبر إقامة الكليات والمعاهد الطبية، واستطاعت أن تخرج العديد من الأطباء والمهنيين الصحيين عبر الاعتماد على الذات، وهو ديدنها الذي دأبت عليه وحققت فيه انتصارات مميزة وفريدة. قامت الحكومة الإريترية بالسعي للحد من وفيات الأمومة والطفولة وغيرها من برامج صحية منفذة خلال سنوات ما بعد التحرير من أجل خلق إنسان إريتري هو عماد التنمية وعنوان الازدهار الموعود. نالت الجهود الحكومية المبذولة في المجال الصحي الشهادات الدولية والنجاحات على النطاق العالمي، وما جعل الحكومة بتوفير العلاج لكل مواطن وصولا إلى كل الأصقاع البعيدة. قد عملت الحكومة الإريترية وما زالت تعمل على توفير مياه شرب نقية عبر مشاريع عديدة في كافة الأقاليم الستة، حيث قطع شوطا كبيرا في هذا الجانب بما يشكل سابقة على المستوى الخدماتي المقدم من قبل الدولة مقارنة بالعديد من دول العالم في طور النمو، وهو ما حل الكثير من المعضلات التي كان يواجهها المواطنون في سبيل جلب مياه شرب نقية، حيث كانوا يجلبونها من مسافات طويلة وبعيدة وشاقة. إن الفلسفة الاجتماعية التي تنطلق منها الحكومة الإريترية تسير إلى جوار الاستراتيجية التنموية الكبرى التي تنتهجها، وهو ما جعل تقديم الخدمات الاجتماعية يعتمد على تشييد بنية تحتية متينة ومتكاملة.
شبكات طرق ضخمة ومدهشة صنعتها سواعد الإنسان الإريتري تصل البلاد بعضها ببعض، بما يسهل معه إيصال الخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والاتصالات إلى كل أرجاء الوطن الحبيب. إن شبكة الطرقات التي شيدتها الحكومة الإريترية على مدى سنوات ما بعد التحرير تعد إحدى المنجزات الضخمة، ليس على النطاق المحلي فحسب بل على مستوى المنطقة أو القارة ككل، وهو ما يقف عنده أي زائر ومشاهد، وهو ما يعد تسهيلا لنشر متوازن وعادل لخدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب النقية والمواصلات وتقديمها إلى كل مواطن بالتساوي. شهد قطع الاتصالات طفرة نوعية عبر انتشار شبكة الهاتف الجوال في كل الأقاليم الإريترية، بما وصل البلاد والمواطنين هاتفيا الداخل بالخارج والخارج بالداخل وهكذا. هذا وتتواصل شبكات الاتصالات الإريترية إلى كل ربوع الوطن وفي عمل دائم من أجل توفير خدمة الهاتف الخلوي وتسهيل التلاقي للمواطنين. الكهرباء من قبل ومن بعد كأهم خدمة اجتماعية توفرها الحكومة الإريترية في مختلف بقاع الوطن وربيعه، حيث تتواصل الجهود لمد خدمات الكهرباء التي هي عمود التنمية الإريترية وفي مقدمة الأولويات إلى كل المساحات التي يقطن فيها الإنسان الإريتري. تبذل هيئة الكهرباء الإريترية جهود المتواصلة وبدأ من أجل تقديم خدمات الكهرباء على مدى 24 ساعة على غرار الكثير من المدن والقرى الإريترية وإكمال المتبقي من المشروع في بقية المناطق في غضون الأشهر القليلة القادمة.
أن توقد شمعة هو أن تلعن الظلام، وهو ما قامت بإنجازه الحكومة الإريترية بتوفير الكهرباء في كل بيت ومدرسة ومكتب وطريق ومعمل ومشفى ومشروع صغر حجمه أو كبر، وكأنها تعلن أن ظلام إريتريا قد اختفى وإلى الأبد. إن النهج الذي انتهجته الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا إبان النضال التحرري قامت بتثبيت دعائمه وتقوم وستقوم استنادا على استراتيجيتها المؤطرة ضمن مضامينها العميقة لبناء إنسان إريتري ناهض في كل صعد والميادين وتأهيله عقليا وبدنيا وعلى كافة المستويات. إن تقديم خدمات اجتماعية لكل شرائح وفئات المجتمع الإريتري ما هي إلا لب العملية التنموية في البلاد، وهي صورة جلية لواقع إريتري نامي. لذا فإن الحكومة الإريترية مضت وتمضي في طريقها صوب توفير احتياجات المواطن وفي تكريس واضح لمفهوم العدالة الاجتماعية في أبهى صورها، وهي الفلسفة التي تدعم الثوابت الوطنية في سبيل النهضة الإريترية الماثلة في كل زمان. دمتم بخير.